البحرين البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا للبحرين البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي في العالي فرطين وسمها الخير ما غيرها نوالي شموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي الحماس والأجواء الحلوة لكم مشاهدينا يوم جديد نتواصل معاكم بكل فرح وسعادة وبهجة مع برنامجكم السارية وأكيد نقول لكم الله يتقبل صيامكم وكل طاعتكم يا رب. سمحوا لي أمسي بالخير على زميلي حسن، مساك الله بالخير. مساء الخير وكل عرب يش مساء الفرح والسعادة ومساء المسابقات الجميلة إن شاء الله. مساء الخير طبعا على كل اللي ينتظرونا ويتابعونا يوميا على شاشة تلفزيون البحرين، وبإذن الله مثل ما نوعدكم دائما بأن 500 تكون ناطرة كل المشاركين علشان يجاوبون معانا ويفوزون فيها، وبالتأكيد الديرة نيلة أكيد. اللي خاش الكثير من المفاجآت لكم إن شاء الله. قبل لا نبتدي الاتصالات والمسابقة إن شاء الله، أكيد بداية حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج طيلة هالشهر الفضيل. طبعا الدعم
مستمر لنا الحمد لله، والدعم الجميل ايضا من الناس اللي قاعد يتابعونا ويتواصلون معنا في الساريه. بس نيله ومشاهدنا كالعاده احنا دائما قبل لا نبتدي فقرات المسابقه وندش في الاسئله ننتقل لمكان جميل مع عم هلال. على وين؟ على العريش، وراجعين ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا، يا مرحبا ويا مسهلا. الله يمسيك بالخير. هلا مسيك بالخير. شلونك؟ زين الله يخليك. ها شلونكم اليوم؟ اليوم زينين كلش زين. والربع شلونهم؟ كلهم طيبين وزينين. اشوف شيء مورد ومزهر ما يحتاج. اكو شوف غبقه الغبقه الليله غبقه تبين الغبقه نقول لك الغبقه مكبوس مكبوس اي بالفقع والقزله والقزال عرفتي؟ شوفي والفقع شوفي ما شاء الله شوفي هذا الفقع هذا الفقع هاي زبيدي هذا من الدعوس من الدعوس يا حبيبتي يا سلام على مطعم الدعوس اي نعم انا اشهد انه هو ما قصر لذذنا وطعمنا من هالطعم الزين اللذيذ وهالاكل الطيب والطباخ اللي ما يعلى عليه. اي نعم. انا اشهد انه هو مطبخ الدعوس. وردي مضروبه وردي دياي محشه. الله اكبر. اي نعم. صلوات على النبي محمد. يا بنيه يا بنيه يبي لنا اللبن بعد. يبي لنا اللبن حق امه. قزلان؟ نعم. قزلان بري الليله نعم. الغبقه؟ نعم. صلوات على النبي محمد. مراد انه بنطيح واقفين. ها عليك بالعافيه يعافيكم ربي بس شكرا الله بولدي بولدي والزبده الاول شوف الزبده يا سلام على هالطعم نعم من مزرعه من لبن من امه من امه انا نعم اشهد يا سلام يسلسل على اليوف بردي على القلب بردي على قلبك نعم الله عليكم يا مطعم الدعوس نعم الله عليكم وعطيتوا خير عود بس بتاخذني السوالف والتذوق اي نعم بودعكم السلام اي يسلم محلك تيسر اشكر الله سعيكم ما تقصرون بروح حق اولادي حسن وبنيتي نيله اي يسلم محلك اي نعم الله عليكم يا هلا ويا مرحبا عطيتوا خير فقع وغزلان بريه ولبن تخيل بالعريش اليوم تخيل يعني احنا حالتنا ايش بتكون وهي اليوم؟ وهي هناك ام هلال ايه؟ مستانسه عليها بالف عافيه تشرب وشكلها نسيتنا بعدين تداركت الموضوع قالت لا بروح عند ربعي اهم شيء ان هي بس تطمن مثل كل يوم وترجع لنا اكيد طبعا بس فعلا فعلا مبدعين معنا مطعم الدعوس وكل الماكولات الجميله اللي مستمره معنا ان شاء الله باذن الله لاخر يوم رمضان وثلاث ايام العيد عندنا بشيء جديد اكيد اكيد دائما عندهم شيء جديد اكيد طبعا مشاهدينا للمشاركة في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول للموقع الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة تسجلون في بياناتكم من الاسم الكامل رقم الموبايل والرقم الشخصي وبإذن الله بتكونون من المشاركين معنا بإذن الله أما الحين خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة وراجعين لكم إن شاء الله في السارية Yeah.
للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا بان هذه كان سؤال لمسابقتنا للسياره، طبعا ان شاء الله اللي بقي عليها يومين بس عشان تشتركون معنا. وقبل فتره يعني اسبوع اللي طاف تحديدا يوم الجمعه فاز باول سياره المقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي محمد، اتذكر اللي احنا اسمه كان محمد، بس محمد عبد الله سعيد الحظ اللي بيفوز معنا في ثاني اسبوع باذن الله اللي هو عقب يومين ان شاء الله. اللي ما شارك يشارك، لان مثل ما شفتوا في الفيديو الطرشون بس كلمه موروثنا على الارقام اللي موجوده، وبعدين لما نتصل فيهم نسالهم السؤال اللي عن العرضه فعلا، لان في ناس بعد كانوا يعني يسالوننا انزين طلع كتبنا موروثنا ايش بيطلع ما بيطلع شيء، بس سجلوا موروثنا بتكون رسالتكم تمت بنجاح ليه ما تدخلون معنا في القرعه ان شاء الله في السحب يوم الجمعه على ثاني سياره. شفتوا معنا الفيديو والسؤال عن اين اقيمت هذه في اي سنه اقيمت هذه المناسبه وشنو هي هذه المناسبه. وعلى فكره مثل ما قلت لك نايده وايد ناس دشوا علي وعطوني الاجابه وانا قلت لهم ان هي الاجابه صح، انا بعد والله يعني خلي يستفيدون مني اللي الحين ما يعرفون الاجابه بعطيهم الجواب ان شاء الله. ان شاء الله الجميع يعني يعرف يجاوب على هذه السؤال لانه سهل أكيد. ومثل ما قلت انت يعني في ناس بدات تتكلم في مواقع التواصل الاجتماعي عن الاجابه، ويعني الصراحه يعني سياره يوم الجمعه سياره تسوى سيارة يعني يوم غير الجمعة. الجواز بس لحظه نايلة هلا ما قلت لي اليوم ثيابك من وين؟ يعني ما شاء الله اليوم طريقه ثانيه اليوم مثل امس اليوم بعد نفس الشيء. محمد صالح الزري نعم. ملبسني اليوم دراعة وهذه البشت اللي مسويه على طريقة العباية بعد، يعني ما شاء الله يعني هو من النوع اللي وايد يحب يحافظ على هذه التطريز البحريني صحيح. التراثي جميل جدا، يعني الحمد لله رب العالمين ان انا قدرت ان انا لبس الصراحة. لا حلو حلو تزينينه ولا يزينك مثل ما نقول والله ما بس مو انت عاد بس شفت الازرق؟ انا شفت الازرق بس قبل الازرق انا بعد لازم اشكر قصر الوجاهة صراحة. قصر الوجاهة اكيد دائما الشغل الجميل يسوون معنا بس يعني ام هلال انا اشوف الازرق بعد ما شاء الله هال علينا. يا هلا مرحبا هلا بالازرق هلا عليكم الله يمسيكم بالخير. حيا الله من يانا شلونكم يا عيوني عساكم طيب خير. لوننا لوننا ازرق اليوم لون البحر ولون الجمال كله سماوي. من وين الازرق الحلو ذي؟ هذي الازرق من فيصل الريس. يا سلام اي نعم فيصل الرئيس ما زال الا عليك يا الغاليه سلمته وسلمته. بس في شغله لازم اقول لها نايله. اي قل لي ما شفتي نايله اليوم؟ شوفي المشموم يا سلام يا معلق المشموم حلق المشموم حني على حالي. يا سلام عليك منورين معنا اليوم. وطبعا لازم اليوم ندخل المسابقه بقلب قوي وان شاء الله كل المشتركين معنا يكونوا متحمسين اكيد ان شاء الله. فعشان نشوف المشتركين اللي معانا اليوم الو مساء الخير الاتصال باسم راشد معنا. ام راشد اي نعم حياتي يا هلا ومرحبا ام راشد مبارك عليك ما بقى من الشهر علينا وعليك ان شاء الله حبيبتي. شلونك مع رمضان؟ والله الحمد لله تمام الحمد لله الحمد لله مش الوقت ما شاء الله. اي والله الحمد لله جربنا وياكم جربنا على نص الشهر خلاص ان شاء الله الله ان شاء الله ان شاء الله امين, آمين يا رب امين. ام راشد من وين انتي؟ من اي منطقه في البحرين؟ مدينة عيسى. من مدينة عيسى والنعم نعم فيك يا ام راشد ان شاء الله تكونين نعم جاهزة حق المسابقة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ها ها جاهزة يا ام راشد؟ جاهزة شكلها ان شاء الله. ما دام ان انت جاهزة قولي يا الله النتيجة السورية يا ربي يا رب يا رب نشوف الديرة وين بترسيك. يلا يا ام راشد ان شاء الله مع الحماس ان شاء يا الله يا الديرة ترسيك على السارية باذن الله، واذا ما رسيت لا سمح الله ندش على الاسئلة الحلوة. فيلم غيب ام راشد؟ اي نعم. وين المغيب؟ المغيب المغرب الغرب وانتي الصح فعلا. اسئلتك راح تكون عن الاماكن والمناطق في البحرين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كان في منطقه عندنا في البحرين كانت عامره باهلها، كانت مأهوله يعني انه يسكنون فيها، بعدها اهلها انتقلوا لمناطق ثانيه هجروها. نعم. المنطقه اسمها
شريبة، تعرفينها؟ لا والله. إن شاء الله بتعرفينها، يا رب بتعرفينها. إن شاء الله بتعرف. أنا ودي تقولين لي في أي محافظة تقع هذه المنطقة؟ هل هي في المحافظة الشمالية ولا محافظة المحرق ولا المحافظة الجنوبية؟ عندك 30 ثانية يا مراشد. إن شاء الله هنجر. هل هي في الشمالية؟ هل هي في محرق ولا في الجنوبية؟ أعتقد إنها في المحرق. لا يا يما تبادي. الشمالية. الشمالية ثبت. ثبت على قولة أم هلال. ثبت. وفعلا هي موجودة في المنطقة في المحافظة الشمالية على البحر، وهذه 100 دينار مقدمة من شركة باتلكو على ما شاء الله عليك مراشد، باذن الله بتكونين تستاهلين والله. كل خير. تواصلين معانا ان شاء الله اكيد ام راشد ومع ام هلال المره السؤال، باذن الله تكونين في منطقه الامان ان شاء الله. ان شاء الله. جاهزه للسؤال؟ ان شاء الله. السؤال يقول: من البحرين القديمه في منطقه اسمها حالة بن أنس، أين تقع في وقتنا ذي الحاضر؟ وش يسمونها؟ الخيارات: حالة بن أنس، إيه، هل هي شمال فريج بن علي ولا محل خفر السواحل الآن ولا الحورة؟ الحورة. ثبت وانتي صح. مبروك عليك 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو. يا سلام على باتلكو. أم راشد. اي نعم. 300 دينار الحمد لله ضمنتيها وفي يدك لحد الحين. إيه؟ ان شاء الله. السؤال الثالث بالنسبة لي أنا شوي صعب صراحة. أنا ما والله العظيم يعني شوي صعب. والله فينا أم هلال. يعني أنا الجواب ما بيكون عندي. الجواب مو عندي فعلا. عندك الجواب حسن؟ لا. فعشان كذي انا خايف صراحه. انت اللي بتقول السؤال. انا بقول السؤال. يما انت اللي مسؤول عنه. ما المشكله. فام راشد عشان ما بيصير يصير الشيء علي، انا امانه ما اعرف الاجابه بس السؤال شوي صعب. فانا ما ادري. لا ان شاء الله بنواصل. بتواصلين؟ متاكده يا ام راشد؟ على خير ان شاء الله. ام راشد. على خير. في خيارات؟ ما في خيارات. ما في امي خيارات. ما في خيارات. 20 ثانيه. 20 ثانيه مي ب 30. 20. يلا ان شاء الله باذن الله خير. ان شاء الله. تمام. بتشوفين الله صوره او لا؟ اسالك السؤال قبل المفروض عقب الصوره. سؤال يقول: في البحرين كان في مطار بحر، كنت تعرفين ذي المعلومه؟ بحري؟ لا والله. بحر كان في فتره الثلاثينات كذي، الناس كانوا يركبون بانوش ويروحون، ما كان في مطار على الارض، في مطار بحري. فالسؤال يقول: اين يقع هذا المطار البحري؟ عندك 20 ثانية. للأسف أنا ما عندي الإجابة. كانوا يستخدمونها لما الطيارات كانت تنزل على البحر ذاك الوتر. 20 ثانية. القضيبية. وين؟ في القضيبية. أثبت لك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله تكون الإجابة صح. إن شاء الله يا رب. أثبت. فعلاً. فعلاً إجابتك صحيحة. مبروك عليك ال 500. أنا تستاهلين. تستاهلين. عجبني الحماس. والله ام راشد جمهور الحمد لله، لان انا فعلا ما اصرارها كان على وصول. انا ما كنت اعرف الاجابه صدق. مبروك عليك ام راشد. من اللي جاوب ام راشد؟ اخوك مين كان؟ مشكوري ما قصرت. من اللي جاوب معاك؟ والله الاهل هني موجودين عساهم على القوه ان شاء الله. مبروك عليك على نياتكم ترزقون. مبروك عليك. الحمد لله. نشوف الصورة. نشوف إيه الصورة. خلينا نشوف الصورة الحين حق المطار اللي قلت لكم عنه في فترة الثلاثينات، مطار مائي وبحري كان شيء جديد كان، وفعلا كان في منطقة القضيبية. والصورة مثل ما قاعد تشوفون حق هالمطار على الشاشة. وبردت قلبي مراشد، كنت خايف. الحمد لله. جابة ما أعرف صدق. كلنا ما نعرفه. أنت كنت خايفة أزيد. وايد. كان ودك إن هي تنسحب بس الحمد لله إن هي أصرت إن هي تواصل. الحمد لله. إذا في حواليها. إيه. زين. الحمد لله. عندنا مكالمة جديدة. إيه عندنا مكالمة جديدة بس خلينا نقول حق أم هلال تاخذها. خذي المكالمة. خذي المكالمة. حياك الله يا فاطمة. ألو. ألو هلا مرحبا. حياك الله أمي فاطمة، شلونك؟ عساك طيبة.
الحمد لله كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه وسنينك دايمه. ها مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك على جميع المسلمين. من وين يا فاطمه؟ من الرفاع. من الرفاع. عوش ابو هل الرفاع. يا هلا يا مرحبا والنعم فيك. هلا فيك. جاهزه يا فاطمه؟ ان شاء الله. والله قلبي يدق. لا 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 يدق قلبك ولا تذيت يعني تخافين، الامور ان شاء الله سهله. انت خليك طبيعيه وخليك مرتاحه وركزوا معونا في الاسئله، ترى اسئلتنا سلسه وفيها خيارات ان شاء الله. نشوف الديره وين بترسيك. يلا يا عايشة. إن شاء الله إن شاء الله. يلا مغيب. وين مغيب؟ تعرفين مغيب وين اتجاهها؟ ها وين مغيب؟ قارب. القارب صح. ما شاء الله عليك. جاهزة حق السؤال؟ إن شاء الله جاهزة إن شاء الله. السؤال يقول إن شاء الله، من أسماء الرجال قديماً في المجتمع قطامي، شنو يعني اسم قطامي؟ الاختيارات: الأسد، الحصان السريع، ولا الصقر؟ الصقر. الصقر. ثبت ثبت. 100 دينار من شركة بتلكو، تستاهلين. مبروك عليك فاطمة، تستاهلين ال 100 دينار. الله يبارك في مونك. الله يخليك. نواصل اكيد ضامنين ال 100. الحمد لله. لا لا مرتبكه وايد فاطمه، ترى بالهون يا امر الله بهون. لا تحاتين ان شاء الله، كل الاشياء بتكون بخير ان شاء الله. سؤالك يا فاطمه بعد بيكون عن الاسامي، شنو الاسامي الغريبه شوي اللي مرت عليك من قبل؟ شنو الاسامي الغريبه؟ شيء اسم غريب كذي غير الاسامي المتعودين، مريم، فاطمه، نوره، شنو اسم غريب؟ الاسامي الغربيه؟ اي يعني في شيء اسم غريب؟ يعني مر عليك مثلا اسم هميان؟ شمور اللي طالعين فيه. هذا شمور، هاي اسم جديد. حلقة شمور؟ لا لا، هذه الحين الاسم جديد. هميان. هميان سامعه بهالاسم من قبل؟ من اسماء البنات اسم قديم اسمه هميان. اي اي شنو معنات هالاسم؟ سامعه فيه من قبل. تمام، عندك ثلاث خيارات فاطمه. الخيار الاولي، هل الاسم من اسماء الغزال او كيس الدراهم او نوع من انواع الورود؟ عندك 30 ثانيه فاطمه، شو تقولين تقريبا؟ شو في بالك؟ ها صوت التلفزيون قصري عليه لان الوقت كامل بيروح عليك فاطمه. قصر عليك. كيس الدراهم. يلا نثبت نثبت ثبت. 300 دينار. مبروك عليك فاطمه، 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو، تستاهلين كل خير. تستاهلين يا فاطمه. سمعتي اسم هميان ام هلال، اسم قديم جميل. اي والله جميل. فاطمه هلا بك. ان شاء الله بتواصلين لل 500 ولا بتنسحبين؟ بواصل ان شاء الله. متاكده بتواصلين؟ لان انا اشوفك انك مرتبكه. مرتبكه يا ماما. ان شاء الله ان شاء الله بتواصلين. ترى سؤال ال 500 عندك فقط 20 ثانيه حق تجاوبين عليه، وما في اي خيارات وما عندنا اي مساعده. ايش قلتي؟ نواصل ان شاء الله. نواصل ان شاء الله. سؤالك يقول شنو معنى اسم حمزة؟ 20 ثانية عندك بسرعة على الساعة. بسرعة يا فاطمة، ترى ما عندك إلا 20 ثانية يمه. 20 ثانية يا فاطمة. اسم من أسماء الأسد؟ اسم من أسماء الأسد. أثبت لك الإجابة. صح فعلا، حمزة هو اسم من أسماء الأسد. ألف مبروك يا فاطمة، عليك ال 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو.
يا سلام على الفرحة، إن شاء الله جوم فرحانين مستأسين معانا في السارية. الحين ارتحتي؟ خير ما قصرتي. دقات قلبك هدت فاطمة الحمد لله. الحمد لله. ألف مبروك عليك ال 500 دينار. مبروك عليك يا فاطمة ال 500 دينار تستاهلين. تستاهلون كل خير الحمد لله، كلهم متسابقين لحد الحين واصلين ال 500 نقول لهم مبروكين. ولكن الحين بننتقل معاكم وبنكمل باقي أسئلتنا، بس قبل نروح العريش وراجعين لكم إن شاء الله. شاهدين هذه أجواءنا اللي موجودة في القرية التراثية بالتحديد من راس حيان، ومثل ما شفتوا في العريش الطباخ والغبقة الزينة والجدور الحلوة. فعلاً فعلاً, فعلاً. إيه أشياء صحيح. حلوة قاعدة أشوفها أنا في العريش اليوم. ما لا أنت خذيتي نظرة، بس إحنا إن شاء الله بعدين معاك بإذن الله. إيه بعلمكم عن اللي شفته عيني وأرده. إن شاء الله طبعاً خلونا نستكمل أكيد المسابقة معاكم متابعين. نقول ألو، مساء الخير، معنا عبد الله. يا مرحبا. عبد الله شلونك؟ طمني عليك. خير عساك بخير. مبارك عليك ما تبقى من الشهر ان شاء الله. علينا وعليكم يا رب. عبد الله من اي منطقه؟ من اي مدينه؟ من الرفاع. من الرفاع، والنعم فيك يا الغالي. جاهز ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله. جاهز اكل هوا ما شاء الله ني فراس ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله. يا سلام عليك، باذن الله لك الفوز باذن الله. يم هلال نعم الغالي الديره حق عبد الله، وتشوف وين ترسينا. جاهز عبد الله؟ يا رب السارية إن شاء الله. إن شاء الله السارية بإذن الله. نشوف وين بترسيك الديرة. يا رب السارية. يا رب. نتمنى لك الخير. عساك سالم يا الله يخليك. يلا نشوف الديرة وين بترسيك عبد الله. يلا يا رب. مغيب، وين مغيب عبد الله؟ مغيب غرب. غرب إن شاء الله خير، وأسئلتك بتكون عن التواريخ البحرينية إن شاء الله خير. خلنا نشوف مع بعض صورة عبد الله، من بعدها بسألك هالسؤال. تمام؟ تمام. يلا كالصورة بتكون معاك على الشاشة، أتوقع طلعت لك صح؟ والله طلعت الصورة؟ أنا ما سألتك لا تحاتي، طلعت الصورة. تمام، شو المستشفيات اللي تعرفها في البحرين؟ والله مستشفيات وايد. سلمانية العسكري، مستشفى الملك حمد. انزين تعرف مستشفى النعيم؟ اي نعم اعرفه. يا سلام يا سلام. انا اعطيك الحين السؤال. المعروف انه تم افتتاح مستشفى النعيم كاول مستشفى حكومي، وكان به قسم للنساء وقسم ثاني حق الرجال، وانتدبوا هناك دكتور انجليزي لاداره المستشفى. سؤالي لك، متى تم افتتاح مستشفى النعيم؟ عندك خيارات عبد الله لا تحاتي. خياراتك تقول سنة 1938 أو 1939 أو 1940. عندك 30 ثانية.
عبد الله 40 اثبت لك، بس قصر لي صوت التلفزيون عبد الله اللي خليه ثبت حق عبد الله 40. مبروك عليك عبد الله ال100 وخذيتها من شركه بتلكو، تستاهل كل خير عبد الله. تستاهل خير. هلا هلا والله، ان شاء الله مواصلين حق ال300 ما فيها خساره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. سؤالك الثاني، ما زلنا نتكلم عن تواريخ البحرين. طبعا في عام 1936، ركز معاي زين في اللي بقوله، في حريق شب في سوق المنامة، حريق وايد ضخم، ظل مشتعل لأيام عديدة لأن ما كان عندهم سيارات الإطفاء وقتها. لكن بعد ذلك استشعر المسؤولون يعني إيش كثر هذا الحدث كبير، فقامت البلدية وأنشأت أول فريق لمكافحة الحريق وقتها، وسوت سيارات الإطفاء اللي ما يقصرون، ودائما طبعا في أي وقت وتحت أي ظروف. متى تم إنشاء أول فريق لمكافحة الحريق؟ أعطيك الخيارات إن شاء الله. إن شاء الله وياك. عام 1936، عام 1937، عام 1938. شو تقول؟ أنا قلت لك ركز وياي. أنا ركزت معاك وسمعتك يوم قلتي إن الحريق شاب في 1936. إزاي؟ على هالأساس أنا بتوكل على الله وبقول نفس السنة 1936. أثبت لك 1936 ونقول لك فعلاً الإجابة الصحيحة 1936. الإجابة الصحيحة، مبروك عليك 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. خلنا نشوف هذه الصورة على الشاشة. هذه هي أول سيارة تم إنشائها عام 1936. ما شاء الله عليك. هاي عبد الله لما الواحد يقول لكم ركزوا في السؤال فعلا ساعات تكتشف الإجابة تكون في السؤال. عبد الله بنواصل. أنا حسيت بالشيء ده. الحمد لله بتواصل الحين. إحساسك يقول لك تواصل ولا إحساسك يقول لك تنسحب؟ والله شوف أنا بواصل، أنا بتوكل على الله بواصل، وإذا فزت توفيق رب العالمين. يا رب إن شاء الله لك التوفيق. جاوبت غلط أنا ما راح أقول إن أنا خسرت، إذا جاوبت غلط أنا بعد كسبان بالمشاركة. حبيبي هذه الروح الجميلة. هذه الروح الجميله. بتوكل على الله وبكمل باذن الله ان شاء الله. باذن الله. السؤال بيكون عند ام هلال وفالك طيب، ان شاء الله تحصل ال 500 يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. الله كريم. بعد السؤال طبعا الحين بقول لك، حط بالك معي، بعد تدفق النفط وانتظام العمل في شركه بوبكو، وفرت الشركه سيارات حق نقل العمال والموظفين، نوع يعني مثل البوس مثل ما تقول، كان شكله بالنسبة لهم غريب ولا يعرفون له مسمى، أطلقوا عليهم بروحهم اسم. شنو هذا الاسم؟ عندك يما 20 ثانية. إيه ما في لا في صورة. الصورة عقب الجواب. لازم أول شيء إن شاء الله تقول الجواب. والله أنا سالم خطر أو سالم. أحسنت ثبت سالم الخطر. يا سلام عليك عبد الله. جواب. الحمد لله رب العالمين. 500 دينار من شركة بتلكو. يا سلام على بتلكو. يا سلام وعلى عبد الله بعد اللي جاوب بكل. على عبد الله. ما قصرتوا بركاتكم ما قصرتوا، الله يعود علينا وعليكم بالخير. عيد إن شاء الله يا رب. فعلا تستاهل 500 دينار، ومثل ما قلنا هالباص اللي شفتوه فعلا شركة نفط البحرين بابكو وفرت هذه السيارات لنقل العمال والموظفين إلى أماكن العمل، وكان شكل الباص غير مألوف بالنسبة حق البحرينيين فسموه وقتها سالم من الخطر. سالم خطر بعد الناس كانوا يقولون له. إيه سالم خطر أو سالم الخطر. سالم الخطر. دلعوا هالباص ما شاء الله عليهم. ثلاث مسميات. بنكون طبعا متواصلين معاكم مشاهدينا والسارية ومسابقاتنا، ولكن بعد هذا الفصل فخلكم جريب منه. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي،
ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. متواصلين معاكم مشاهدينا في برنامج السارية. طبعا سمحوا لي أرجع أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهالبرنامج، وأيضا لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لبرنامجنا. طبعا أما الحين خلونا نشوف معاكم مشاهدينا السؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة، وراجعين لكم. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس.
مثل ما شفتوا مشاهدينا طبعا هذا السؤال راح يتكرر عليكم لمدة يومين فقط، عندكم يومين. أتمنى فعلا أن تطرشون كلمة موروثنا على الأرقام اللي ظهرت لكم على الشاشة، ولما يطلع رقم يوم الجمعة للسحب على السيارة نسألكم السؤال وعلى طول تجاوبونا متى أقيمت هذه الفعالية وشنو كانت مناسبتها. طبعا مشاهدينا أيضا حابين نذكركم أن الفائزين في المسابقة استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، عندهم كل بياناتكم، إن شاء الله بيتواصلون معاكم لتسليمكم الجوائز. طبعا إن شاء الله إحنا في انتظار يوم الجمعة مهلال والسيارة اللي بتكون حق الفائز الجديد بإذن الله. أكيد. يلا ناخذ اتصال مع بعض جديد معاكم مشاهدينا، معنا علي على الخط. لو مساء الخير. يا هلا مرحبا علي، شلونك؟ هلا 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 ابو علي. هلا الشيخ. هلا وغلا، مبارك ما تبقى عليك من الشهر. علينا وعليكم ان شاء الله. الله يخليك محمد ان شاء الله. اللهم امين. علي من وين؟ من الاصول المحرك، احيي مدينه حمد. والنعم في مدينه حمد، اهالي مدينه حمد والمحرك بعد حبيب قلبي. والنعم. هلا هلا بالخاله. الله يحييك امي. هلا هلا مهلاك، ساك الله بالخير. حي الله مساك ابوي، الله يسلمك. الله يسلمك، طول عمرك. دام سلمت على مهلال علي عيل الديره على طول بيكون عنده ان شاء الله، ويا رب الساريه ان شاء الله. الخير والبركه، الخير والبركه هي بعد. الله يبارك فيك يا علي. علي انت جاهز يمه؟ جاهز بركه الله ان شاء الله. يا رب الساريه. يلا ان شاء الله الساريه، قول يا الله. ان شاء الله يا رب الساريه، يلا بركه الله. نشوف الديره وين بتوديك. يلا يا علي نشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. يا رب السارية، وإذا لا إن شاء الله المسابقة تكون سهلة وخفيفة عليك. وين؟ في المغيب. وين مغيب علي؟ مغيب؟ وين مغيب؟ وين مغيب يا علي؟ مغيب مغيب غرب. وين؟ غرب. يا سلام عليك، تمام حلو. نيلة مو بهذه سؤالك. سؤالك بتكون إن شاء الله في السفرة البحرينية يا علي. تفضل. طبعا علي مثل ما أنت تعرف ان العيش، الارز، العيش تعتبر من الماده الاساسيه في السفره البحرينيه. برغم هالشيء تشوف امهاتنا الله يحفظهم او المراه البحرينيه دائما تتفنن وتتلون في الطريقه في الطباخ. طبعا الله يخليهم لنا كلهم ان شاء الله. نعم. مع علي انا اسمع صوتي مرتين، الله يسلمك. تقصر شوي على صوتي. قصرت. تمام معاي علي؟ ايه وياك. فمره احنا نشوف النسوان ساعات يسوون العيش مع شكر، مره مشغول، مره في قاعته، وفي كل وجبه ناكل العيش بشكل مختلف. الحين سؤالي هو شنو هي الحلاوه البحرينيه اللي تعتمد على العيش المطحون؟ شنو هي الحلاوه البحرينيه اللي تعتمد على العيش المطحون؟ اعطيك خيارات علي. تفضل. ثلاث خيارات يحطون فيها العيش المطحون. اي نعم. هل هي المحلبيه؟ ايه. أو الخنفروش؟ المحلبية. أو للقيمات؟ علي ركز. ركز. علي ركز. محلبية أو الخنفروش؟ أنا خاطري في خنفروش أم هلال. إي والله عارف وايد نسوي في رمضان. ها يا علي يلا لا يروح عليك الوقت. خنفروش. خنفروش نثبت على الخنفروش. ثبت. مبروك عليك ال 100 دينار مقدمة من شركة باسيلكو، تستاهل. خلينا نشوف صورة الخنفروش اللي ما عرفتها يا علي الله يهداه. خنفروش. ناكله ولذيذ، وفي محرق بعد في محل هناك حلوه يبيعونه كذي صاخن لذيذ. يا سلام عليك علي. تفضل. اي زايد فضلك طبعا، اكيد مواصل حق سؤال ال 300 ان شاء الله بركه الدعاء. الله الله فينا، الله الله فينا. بس انا بس قبل لا اسالك ودي اعرف في احد من النسوان وياك موجود؟ اي موجودين. موجودين بس كذي انا تطمنت وبسالك سؤالك الثاني. زاد فضلك، سؤالك الثاني ما زلنا في السفرة البحرينية. طبعا المجتمع البحريني دائما يكرم المرأة الوالد اللي في الانفاس طبعا من خلال تقديم بعض من الوجبات الخاصة، عرفت؟ فيقولون لها مثلا هالأكلات تقوي عظمك، ترم العظم، ترد العافية. دائما يقولون حق المرأة في الانفاس هذه الوجبات لازم تاكلينها. طبعا يسوون هذه الوجبات ويجسمونها حتى على الناس في الفريج او على الجيران. شو اسم؟ بعطيك طبعا شو اسم هذه الطعام المقدم للمراه الوالد. بعطيك ثلاث خيارات وانت اختار منهم الاجابه اللي ودك. هل هو النقوعه ولا الجلاب ولا الهريس؟ الجلاب. الجلاب. ثبت. ثبت لك ان شاء الله مثل على قولة ام هلال. ثبت.
فعلا إجابتك هي الصحيحة. الجلاب يقدم للمرأة اللي تكون في الانفاس. ألف مبروك عليك، 300 دينار المقدمة من شركة بتلكو. مواصل ولا بتنسحب وبتكتفي بال 300؟ انسحب لو اواصل. ايه خيار في يدك. لا واصل ان شاء الله. تواصل ترى 20 ثانية ولا في خيارات، والجواب صاحبينا من عندنا. ايه ها شو رايك؟ ماري والله لو يحسوني حنتو. تسلم تسلم امي على 300 دينار. تسلم، ترى راعي النصيف سالم ولا ترجع 100 دينار. ها ايش قلت؟ يلا توكل توكل على الله، انسحب على السوبر. الله يرزقك ويعطيك. الله يحفظك الحمد لله. العوض العوض ولا الحريم. حبيب قلبي ما في خساره يا علي. الف مبروك عليك ال 300 دينار المقدمه من شركه بتلكو، تستاهل كل خير. تستاهل يا علي. نتواصل معاكم مشاهدينا، بناخذ اتصال جديد. الو مساء الخير يا زينب. الو مساء الخير يا هلا ومرحبا. شلونك يا زينب؟ مبارك عليك ما بقى من الشهر. علينا وعليكم حبيبتي، الله يسلمك. شلونك مع المسابقات؟ شلون شفتي هالبرنامج؟ الاسئله اللي نعطيكم اياها؟ والله الصراحه في معلومات وايد جديده علينا، يعني معلومات جديده وحلوه الحمد لله. المسابقات ما شاء الله يعني أتقنتون صراحة. أهم شيء أنتم تكونون مستانسين وأنتم تتابعونا والمعلومة توصلكم وترسخ عندكم. حتى عيالي يعني ما شاء الله مستانسين فرحانين. يا سلام. طبعا احنا نسميهم هلال وما مسليمان. أكيد مسليمان ما طفاش ذي هلال صح؟ إيه. رحمة الله على عليك زود. ما عليك زود يا زينب. زينب أنت جاهزة حق المسابقة؟ إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يلا يا زينب، ما دام انت جاهزه ان شاء الله، ما دام انت جاهزه نشوف الديره امي وين بترسيك. قولي يلا الساريه. يلا الساريه. يلا بالساريه. يلا يا رب ان شاء الله الساريه. ان شاء الله. يلا. وين؟ كله مغيب اليوم. مغيب شو السالفه؟ وين مغيب زينب؟ مغيب في ال في الغرب. الغرب في الغرب. سلام عليك. سؤالك ان شاء الله بيكون عن الاسماك، ان شاء الله ليش في السمك وتعرفين عن الاسماك وليش في البحر. والله يعني يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله. سؤالك مثل ما قلت بيكون عن الاسماك ان شاء الله. يقول لك من وسائل صيد السمك قبل ان الناس لما كانوا يروحون البحر لازم يكون في طريقه ان البحر والمياه تكون ضحله، تمام؟ ولازم تكون في ليلة مظلمة، ظلام خرمس، بس دائما يروحون معاهم لمبة مشهورة في ذاك الوقت يسمونها تريك. المعروف ان السمك يوقف وما يتحرك لما يشوف النور في الظلام. فشي يصير فيهم الصيارين يتمكنون من انهم يصيدون السمك اللي قدامهم. سؤالي لك الحين، شنو اسم هذه الطريقة القديمة في الصيد؟ زينب بيكون عندك ثلاث خيارات. الخيار الأولي هل هو التنوير أم القنبار أو الحبلة؟ عندك ثلاث خيارات يا زينب. هاي يا زينب احنا في أول سؤال. ها هو يعني ما أعرف صراحة. مو التنوير مو التنوير. شنو عقب التنوير؟ شهوة. القم 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 قنبار. قال التيت. يا سلام زينب أثبت لك على القنبار. ثبت خلاص. ثبت على القنبار ولك 100 دينار من شركة بتلكو. زينب ألف مبروك عليك. تستاهلين. تستاهلين كل خير يا زينب. زينب الله يخليك حبيبتي. زينب مبروك عليك ال 100 دينار. خلونا نشوف الصورة. اي خلينا نشوف صورة القنبار عشان تتعرفين عليه. هذه الطريقة القديمة في الصيد. ها ويسمون ذي الجهاز القنبار. معلومات جديدة علينا. معلومة حلوة إن شاء الله تستفيدين منها يا رب. زينب هلا حبيبتي. ان شاء الله مواصله حق ال 300. انا احسك خايفه. ان شاء الله. لا تخافين. لا تخافين ان شاء الله سؤالك حق ال 300 بعد سهل، بس انت ركزي فيه شويه وفكري فيه شويه وباذن الله بتقدرين تجاوبينه وفالك 300 دينار. يلا 300 دينار ان شاء الله. ما طلعت ساريه بس 300 دينار ان شاء الله. سؤالك الثاني، ما زلنا في الاسماك. في وسائل عديدة يتبعها الصياد البحريني لصيد الأسماك، ذكري لي ثلاثة من هالوسائل. ثلاثة.
في خيارات ولا؟ ما في خيارات، أبيك أنت تذكرين لي ثلاث وسائل يستخدمها الصياد في صيد الأسماك. هذه معاك 30 ثانية على الشاشة، تفضلي. شلون يصيدون السمك؟ الشبك. واحد. القرقور. الحداق بالسنارة. الحداق بالخيط أو السنارة، فعلاً هذه ثلاث وسائل صحيحة. عندنا الحظرة، عندنا الشبك، عندنا الفح. ألف مبروك عليك 300 دينار يا زينب. ثبتوا والحمد لله وخذوا 300 مليار. لكن عاد انا ما قلتها. الترند دي مالك. بتكملين زينب؟ بتكملين زينب؟ في خوف شوي ترى في الموضوع زينب. لأن ما في خيارات. ما في خيارات و20 ثانية. والأجوبة ما عندنا. والأجوبة يا يما العالم الله يعني بها مخفية. أنا خايف تروح منك 300 صراحة والله. أنا سلمي على 300 يا يما. أنا كنت أتمنى 500 يعني صراحة. يا حبيبي. ما طلعت الساية. براحتك أنت براحتك، بس ترى في خطورة شوي. 20 يعني ثانية وما في إجابة مهلال صح؟ هذا هو، نخاف ان تروح عليك 300 وتبقين على 100، لكن راعي النصيف سالم. بس سلمي على 300 اذا ودها حبيبتي. اذا ودها تواصل اكيد احنا وياها. ايه اللي في خاطرك يا زينب؟ ايش في خاطرك؟ اواصل واتوكل على الله وان شاء الله فيكم الخير والبركه. ان شاء الله فينا الخير والبركه، ما عندنا الجواب بس فينا الخير والبركه. السؤال الثالث عندك يا مهلال. بس هني ضمننا ان شاء الله. ضمان عند الله سبحانه. حبيبتي جهزي حولك، خلنا نشوف الفيديو ومن عقبه نسالك ان شاء الله. الفواح 6 دريات نستعمل، نستعمل المرازيم والمياديف ونستعمل السكان، والسكان هي اضرب واحده فيهم، ونستعمل الصوت الدارية البندير. هاي اللفوح. يلا يا ام هلال السؤال عندك. السؤال يقول شرحي لنا طريقة اللفوح. 20 ثانية حبيبتي، ما لها خيارات. شرحي لنا طريقة اللفوح. أتوقع أن هي نوع من أنواع صيد السمك يعني، بس إيه نعم قالها الريال. إيش قال؟ إيش قال بسرعة؟ ديرتا قال عشان يصيدون، هاي أقوى شيء. للأسف يا زينب، للأسف الشديد رديتي 100 دينار. ما جاوبتي السؤال صح. قالها انه خذ في الفيديو هو طريقة اللفاح هو سحب الخيط باستخدام طعم بلاستيكي. ليتك انتبهتي حق الفيديو، عشان كذي مشاهدين احنا نقول لكم انتبهوا معنا، انتبهوا لما نحط لكم فيديو، نحط لكم صورة، نسولف لكم قبل السؤال. والله ودنا كلكم تفوزون معنا بالخصمية. 300 وسلمي عليه. يلا ما عليه، مو بخسرانة. ان شاء الله ما تكون خسرانة زينب، ومبروك عليك 100 دينار. الله كتبها لها. يعطيك الف عافية ان شاء الله. الحين مشاهدينا بننتقل الى العريش، ومن بعدها متواصل معاكم ان شاء الله. Thank you.
سلام على المضروبه وهم يضربونها في العريس. انت شفتي لونها شلون؟ اكيد غامجه. أكيد. حالات المضروبه هاللون يعني متروسه. هذه مضروبه خضراء الاول. اي والله غامجه تكون. ها هذه مضروبتنا الاول، لا يحمسونها ولا شيء، كل شيء بحور يهدون فيها. يا سلام. اي نعم، ولا يخلونها حمراء. الحين يحمسونها احنا ما غيرت شوي الطريقه الاول ما يحمسون. تمام. اكيد مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم في مسابقه الساريه، لكن طالعين فاصل بسيط وباذن الله راجعين معاكم، لا تروحون بعيد. للمشاركه في برنامج المسابقات الساريه الرجاء الدخول على موقع المسابقه www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبه، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركه. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. مشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. ما شاء الله. طبعا مشاهدينا مثل ما انتم قاعد تشوفون معانا من العريش هالنشاب الحلو، معناته غبقتنا جهزت، نطرين بس توصل. انا جامل ان اوصل عندنا، انا بقول عن الغبقه في النهايه اتخربط في الكلام، لا اله الا الله من اليو كالعاده. طبعا عندنا اتصال جديد واخر مشترك ان شاء الله بيكون معانا. فيصل مساء الخير. مرحبا اخوي، شلونك الغالي؟ مبارك عليك، ما تبقى من الشهر. طول لي في عمرك، مبارك عليكم من الشهر. الله يخليك. فيصل من وين؟ من الرفاع. والنعم فيك واهل رفاع كلهم يا رب. جاهز ان شاء الله؟ والله قاعد احاول افتح التلفزيون بس اعطني دقائق لين اشوف. يا سلام، بعد شلون المفروض التلفزيون يمك؟ ما عندنا وقت فيصل، صرف امورك بسرعه. ان شاء الله بنتوكل على الله الحين وبنروح عند مهلال والديره بنشوف وين ترسيك. جاهز يا فيصل؟ توكلي على الله. يلا. توكلنا عليه وامنه، بنشوف الديره وين ما بترسيك. قول يلا السارية يا فيصل. يلا بالسارية يا فيصل. مفاجأة. الله يرزقك يا رب. الله يرزقك. يا سلام. نعم يا فيصل. يا فيصل. ألف دينار من شركة بتلكو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. من الموروث. من الموروث الشعبي. من الموروث الشعبي. صحيح. ما قصرت. ألف دينار من الموروث الشعبي يا فيصل. ما قصرت. لجنة رياضات يعني فيصل انت ما احتاجت حتى تفتح التلفزيون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مبروك عليك الالف، تستاهل كل خير مثل ما قالت امال من لجنه رياضات الموروث الشعبي، تستاهل كل خير.
عليك بالعافية يا فيصل. الألف دينار الحمد لله طلعت سارية. كنا نحاتي اليوم ننطرها متى تطلع. مشاهدينا متواصلين معاكم، لكن خلونا نذكركم بسؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة، وراجعين لكم بإذن الله. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. غدنا طبعا وصلت اليوم، ونشكر مطعم داعوس للأكلات الشعبية على هالغبقة اللذيذة. طبعا أكيد طبعا. وقبل الختام نشكر كل الداعمين لبرنامج السارية، وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة باتلكو على دعمهم لبرنامجنا. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية برنامج المسابقات الشعبي السارية. نلقاكم باكر في نفس الوقت من الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30. أهم شيء تزحروا وعدل إن شاء الله، ونلقاكم بكرة بحماس أكبر وفي أمان الله.